مشاركة أولى لبعض الفرق في هذه البطولة، نسخة خاصة في الحقيقة. مباريات المرة الأولى تلعب في عدة دول. بالنسبة ليورو 2020 أن نشاهد البطولة في 12 دولة، في 12 مدينة تعشق كرة القدم، وبالتأكيد المنتخبات عندهم أمل وأحلام كبيرة من أجل تقدم أكثر في مشوار البطولة. وأكيد أننا سنقضي معا مدة البطولة فترة مليئة بالإدرينالين، بالإثارة، بالمتعة في هذه اليورو 2020. خلوكم في الموعد وكونوا معنا حتى نهاية البطولة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. ها هي البداية إذن. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، الكرة ملعوبة من مسافة، تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة. يلعبها طولية، يلعب كرة طولية إلى الأمام، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. صاروخية من زيلينسكي، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. يدرك جيدا أنه بيسعى أن يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. ليفاندوفسكي يلعب كرة على اليسار، كرة من جهة اليمين، وتعود الكرة إلى حارس المرمى، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يمر يلعب كرة بينية، تسلل غير موجود، الكرة ملعوبة عرضية، وينجح في استعادة الكرة سريعا، يلعبها لمنطقة الخطر. قراءة ممتازة من الدفاع، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، إمكانية مرتدة الآن، يحاول تمريرها من يحاول أن يسدد الكرة من هنا، لديهم الفرصة مرة أخرى. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواني بسيطة. يضع الحكم يده في جيبه من أجل إخراج بطاقة صفراء.
أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يسدد الكرة إلى خارج المرمى. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. كريتشوفياك يلعب كرة على اليسار. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. صافرة نهاية الشوط الأول. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. صاروخية من زيلينسكي. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ليفاندوفسكي. كوتشكا، كرة إلى الأمام، تغيير لاعب على الأجنب. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعب كرة بينية. كرة طولية من الحارس. زيلينسكي. كوتشكا يحاول أن يلعب كرة بينية. لمسة بينية. زيلينسكي. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هنا كرة عرضية. الكرة ملعوبة إلى الأمام. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. هامشيك. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. هامشيك يحاول أن يلعب كرة بينية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. اللاعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات. دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. يستعيد الكرة مرة أخرى. يحاول يسدد. يحاول تمريرها من بين المدافعين. ركنية قصيرة والتسديد. كرة مقطوعة بامتياز. ها هي صافرة النهاية. بدأ التوتر واضح جدا عليهم في نهاية المباراة. بالتأكيد غير راضين عن النتيجة، كانوا يبحثون